الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الصاف هذو ثلث مجاهد ثلث شهداء كان الهدف نتاعهم كانوا فروع المدنية، كان الهدف نتاعهم ضرب الاقتصاد الفرنسي، كانوا في الليل تتم عملية نتاعهم في الخروج في ليلا بمشاركة مجاهدين مسلحين بالسلاح وهما بدون سلاح. هذا خويا خدمت انا وياه وجريت انا وياه، كنت نعرق بالعشرين خبزة في سبيل الله ولوليداتنا الله يسترهم ويحفظهم، وكنت كي دير لي الجرايد منين ما يقدش هو يرفدهم، اذا كانت مزيره عليه الدعوه يديرهم لي في ركبتي ونوصلهم ثاني شيء بدر على الميلود، بصح هما يقولوا له فيصل في النكوه في الجيش يقولوا له فيصل. اننا نحتفي بهذا اليوم الاغر في تاريخنا لنستحضر مدى عظمه التحدي التاريخي الذي خاضه الشعب الجزائري بإيمان وصبر، عندما قرر أبناء بواسل شجعان من رحمه إطلاق انتفاضة في شمال القسنطيني كانت عنوانا لنوفمبر ثاني لثورتنا المجيدة، لتفزع بامتدادات لهيبها الغزاة المستعمرين وتنبثق من نورها بشائر الصبر والنصر. نقف اليوم بخشوع وإجلال لنترحم على روح الشهيد زيود يوسف وإخوانه الشهداء الأبرار الذين كتبوا بدمائهم الزكية صفحة من مجد الجزائر.